احنا شركة متخصصة في البرمجيات وكلاء مايكروسوفت. تأسست الشركة في عام 2005، فرع رئيسي كان في القاهرة، والحمد لله توسعت الشركة، فتحنا فروع عدة في الشرقية وفي جدة والرياض والبحرين، الحين عندنا فرع جديد في قطر، ولله الحمد الشركة تحتوي على عدد كبير من الكوادر المتخصصة والفنيين المهنيين، ونفذنا مشاريع كبيرة في المملكة والميناء ريجن بشكل عام، ونتطلع إن شاء الله أن احنا نكون يعني added value للشركات اللي احنا اشتغلنا وياها. تمتاز الشركة بصراحة إن كل التعاملات اللي تمت مع العملاء كانت دقيقة، عرفنا بالظبط هو عايز إيه، عرفنا بالظبط هو بيفكر في إيه، وقلنا له من خلال الابليكيشن ومن خلال الفانكشنز اللي موجودة في الابليكيشن هتتم إزاي. فبالتالي العميل بيبقى عارف من البداية إيه اللي هيتنفذ وإيه اللي مش هيتنفذ، وما بيبقاش عنده توقعات كبيرة أو صغيرة، بالعكس بيبقى عنده توقع بنسبة كبيرة جدا مظبوطة مع اللي احنا هنقدمه. الحقيقة راي جروب ابتدت من فرع القاهرة سنة 2005 وانطلقت بعد كده للسعودية، وعملت نجاح الحمد لله ممتاز في السوق السعودي في جدة، يليه المنطقة الشرقية في الخبر، يليه الرياض. النهاردة احنا عندنا 3 فروع بنغطي تقريبا كامل أنحاء المملكة العربية السعودية، وانطلقنا بعد كده لقطر، واحتاجنا في وقت من الأوقات يمكن سنة 2007 ان احنا نضيف شركة تانية للجروب بتشتغل في مجال الـ HR and Payroll، لان مايكروسوفت ما عندهاش جزء Payroll بيضيف للجزء بتاع اللوكاليزيشن بتاع الميدل ايست. عملنا شركة تانية اسمها رايت سوفت موجودة في القاهرة، وساعدتنا في الفترة اللي فاتت دي من خلال الاستشاريين بتوعها في المملكة العربية السعودية وفي قطر ان احنا نضيف للبرنامج العديد من الامبلمنتيشن الناجحة في مجال الـ HR and Payroll. واحنا بنقوم بالتطبيق بالشكل اللي يتناسب وطبيعة بلد زي السعودية، ان فيها تعدد الجنسيات، فيها مساحة كبيرة، التوسع الجغرافي كبير، معظم العمل عندهم جروب اوف اكتيفيتيز، ما بيشتغلوش في نشاط واحد. حلويات سعد الدين من المشاريع المميزة اللي اشتغلنا فيها. تطبيق برنامج داينامكس اي اكس ريتيل فيها ما كانش سهل، لان واحدة من التحديات اللي شفناها في سعد الدين ان عندهم حوالي 5 مصانع وعندهم 106 محل للتقريب، والربط اللي بين المحلات والمصانع لازم يكون اونلاين، لان المحلات بتبعت طلبيات للمصانع والمصانع بترد بعد كده من خلال خطوط الانتاج بالنتائج، وانت بتتكلم عن صناعه اغذيه الجوده فيها شيء اساسي. الحقيقه صرنا نشوف البرامج اللي موجوده في السوق، درسنا تقريبا معظم البرامج اللي على قد الشركه حقتنا، شفنا المايكروسوفت، شفنا ساب، شفنا انظمه اخرى، استقرينا في الاخر على المايكروسوفت. لما جينا المايكروسوفت لقينا انه الاكسبتال اكس هو افضل شيء بيناسبنا، ابتدينا نتكلم مع البارتنرز. كان هدفنا في البارتنر يكون بارتنر عنده 3 شغلات: عنده مقدره انه يوصل لمناطق المملكه مثل الرياض الشرقيه جدا، عنده عدد ستاف جيد يقدر يلبينا في حاله احتاجنا مساعده، واهم حاجه كانت بالنسبه لنا انه عنده تجربه سابقه في نفس المجالات اللي احنا نبغاها، وبالذات في التصنيع، يعني المجالات الاخرى وبالذات في التصنيع كان بالنسبه لنا هذا هو الشيء المهم. مجموعة شركات عصام أباني كانت لها طبيعة خاصة، هي تضم كثير من النشاطات، يعني عندنا أكتر من نشاط، عندنا قطاع كبير والقطاع الرئيسي في أباني هو قطاع المقاولات. القطاع ده قامت عليه مجموعة من الأنشطة المساعدة زي الشركات اللي تقدر تخدم قطاع المقاولات، وبالتالي بدأوا يكبروا نشاطهم من خلال شركات تجارية بتبيع مواد البناء، عندهم شركات تصنيع برضو بتصنع المواد اللي بتستخدم في المشاريع. الحقيقة كانت تجربتنا مع المايكروسوفت داينامكس أكزابتا بدأت من حجم الاحتياج اللي كانت بتواجهه المجموعة، وعدة عوامل من أهمها كبر حجم البزنس، تعدد الشركات، المواقع الجغرافية لكثير من الشركات في عديد من الدول، اختلاف العملات، اختلاف طبيعة الأنشطة. شركة حلواني للأغذية دي شركة من أهم الشركات في مجال التصنيع الأغذية في الشرق الأوسط، فيها عدد كبير من الفروع في السعودية، أكثر من 9 أو 10 فروع، عندهم حركة توزيع ضخمة جدا، كل يوم الصبح عندهم حركة في الوير هاوسنج كبيرة جدا. خدنا في اعتبارنا موضوع مهم قوي، ده من الحاجات اللي احنا بنراعيها جدا واحنا بنقوم بالتطبيق عند العملاء،
اللي هو ازاي تقدر تخلق التيم اللي يقدر ان هو يبقى الفيرست لاين سبورت بعد ما احنا نقدر او نخلص عمليه الامبلمنتيشن بتاعتنا، بحيث ان احنا مش بنضمن بس العميل انه ينجح في التطبيق، انما كمان بنحاول نضمن له انه يستمر في النجاح ما بعد التطبيق. What's best was for our business model is to go with Microsoft Dynamics because it suits all of our day-to-day business requirement as well as logistical and financial requirement that we need. Also in the same time we were looking on how to migrate all the existing data that we have that we accumulated for the past more than 10 years and put it into the new ERP system. البنك السعودي للاستثمار هو واحد من اهم واكبر البنوك الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، ولله الحمد احنا كان لنا الحظ باننا نختار كمجموعه رايت لتنفيذ وتطبيق برنامج مايكروسوفت داينامكس اي اكس مع البنك. الفتره الزمنيه اللي كانت محطوطه للتطبيق الحقيقه كانت فتره قصيره جدا، وهي حوالي 3 شهور مقارنه بالمتطلبات اللي كانت مطلوبه من اداره البنك والمديرين. كان من اهم 3 حاجات او اهم 3 نقاط من وجهه نظرنا كانت موجوده في الامبلمنتيشن. واحد، ان البنك كان يسعى بكل جهد الى تقليل استخدام الاوراق في الاجراءات وتحويل ده الى سيستم. الحاجه الثانيه ان هو كان محتاج ينفذ الموازنه الداخليه للبنك للاقسام وللادارات عن طريق الابلكيشن. الحاجه الثالثه ان يتم تكامل ما بين البنكينج سيستم القائم في البنك السعودي للاستثمار مع مايكروسوفت داينامكس اي اكس. كانت العمليه المتممه من المشروع ربط نظام الاي اكس بالنظام المحاسبي للبنك، وذلك عبر تصميم أداة ربط آلي بين النظامين. بالنسبة لي كمدير مشتريات وكإدارة العليا للبنك، نستطيع حاليا الحصول على جميع التقارير اللي تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة عبر معرفة حالة طلبات الشراء الحالية، حالة المتعهدين، أداء المتعهدين أنفسهم والموردين بشكل مباشر وفوري. على مدار السنين في مايكروسوفت خدنا مجموعة من الجوائز نتيجة الشغل اللي عملناه مع مايكروسوفت. ابتدت سنة 2006 مع حاجة بنسميها Top Vertical Partner Adaptation، والكلام ده خدناه في مجال الفود اند بيفرج نتيجة الشغل اللي عملناه مع شركتين اللي هما كانوا حلواني وبسكو مصر. وتوالت الجوائز بعد كده على المستوى الإقليمي مع رايت، خدنا البيست بارتنر في السعودية وخدنا البيست بارتنر في مصر، نتعشم إن شاء الله نحن نأخذها في قطر في فترة قصيرة. Microsoft Dynamics AX is an enterprise business solution that supports operational and professional processes of organizations. This single solution comes with localizations for over 35 countries and is used by major manufacturing, retail and service organizations in the Middle East and worldwide.